يعني انا واصل المطار النهارده الصبح، اول خبر عرفت يا استاذ تامر ايه اللي حصل؟ قبضوا على الرقاصتين اللي اسمهم شاكيرا وبرديس. فانا عملت كده قلت اللهم صل على النبي الخير على ادوم الوردين. انا ماليش علاقه بالرقاصات، انا مش مستقصد الرقاصات، انا مش مستلم الرقاصات، انا بنتقد اللي يخطئ من الرقاصات او من السياسيين او من الرياضيين. انا كنت لسه بتكلم اهو عن الرياضيين لما طلعت قبل رمضان، اتكلمت عن شاكيرا وبرديس وقلت ان دول ما بيرقصوش، دول بيعملوا حاجه تانية، وكان عندي حق. ولما زعت لكم جزء ثواني فسافس من الكليب بتاع الاخت شاكيرا دي اللي كان اسمه اداء اداء انا الكمون، قلت لكم يا جماعه مفيش حق، احنا اللي بندق بالمنظر ده. البلد عامله زي ما تكون حامل في الفساد، اه والله العظيم بتخلف كل يوم فساد. في اعتقد ان هناك محاوله اغتيال قادمه لشخصيات عامه مختلفه. لا اتصور ان ممكن ايقافها، لان الارهاب ما في دوله تقدر عليه. لو قلنا الشخصيه دي من انهي كان تحديدا، اي مناصب؟ اعتقد انه حيكون باتجاه الاعلام. طب بصوا، هي هتبقى حاجة لطيفة بالمناسبة عشان نبقى عارفين، لو الأهلي كسب اللي جابوا الاجوان ده، انا بقولها لكم بقى على الهوا، اللي جابوا يعني اعضاء الفريق او لعيبة الفريق الأهلي اللي جابوا الاجوان، هطلب ان احنا نستضيفهم على الهوا. كل واحد حضر الجلسة النهاردة او بعت مسج على الفيسبوك او حتى كان بيقابلني في الشارع يقول لي ربنا معاكي، انا بجد بجد بشكرك من كل قلبي. انت كنت اجدع من ناس كتير انا اكلت وشربت معاها. الموقف ده بيني ناس كتير جدا، ووطد علاقتي بناس عمري ما كنت اتخيل انها تقف معايا الوقفه دي، تبقى في ظهري كده. الناس كلها متخيله ان اللي حصل لي ده كان حاجه وحشه، لا دي كانت حاجه كويسه جدا جدا جدا، لاني عرفت قد ايه ربنا واقف جنبي، عرفت قد ايه في عدل في مصر، عرفت قد ايه في ناس طيبة جدا 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 جدا، وناس بتعرف يعني ايه عيش وملح وعندها اصل. بجد كل اللي جاب لي مصحف، وكل اللي جاب لي بوكيه ورد، حتى اللي جابت لي علم مصر عشان اعرف قد ايه ان انا بحب العلم ده، والله 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 فوق راسي وفوق. بشكركم جدا 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 على وقفتكم معايا.